عايدين على الوالدين. مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من ضواحي مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة تيط من الليل. جينا اليوم عند الساكنة اللي كتشتكي من عدم توفرهم على الماء، وايضا الطريق اللي كيلقاو واحد صعوبة من انهم يتنقلوا لوسط المدينة. والمشكل الاخطر هو انهم كيلقاو الاسعاف ما كتلقاش الطريق منين تدخل. الله يحضر السلامة الا كان شي مرض او لا كان شي ولادة متعسرة ديال شي سيدة خاص النقل ديالها عبر سيارة الاسعاف. جينا اليوم عند الساكنة باش نوصلوا صوتهم للمسؤولين وباش نسمعوا المعاناة ديالهم اللي في سنة 2020 ومازال هاد الناس ما عندهمش الماء. السلام عليكم، كي داير الوالد؟ لاباس عليك، مبارك عواشرك. واحد الحالة محرجة. أنا بعد من واخا با دابا دابا حاولة. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، جينا اليوم لهاد الدوار. شنو الاسم ديالو با؟ اسم ديالي؟ لا ديال الدوار. دوار حرودة. دوار حرودة. نعم. هاد الدوار سميتو دوار حرودة، جينا عندهم اليوم باش نسمعوا ليهم واش نوصلوا الصوت ديالهم للمسؤولين. واخا با شنو المشكل عندكم؟ مش عندنا اول مره الطريق والماء، واللي اهم شيء هو الماء، لان الماء كلشي يصنعوا به، كلشي يعملوا بالماء، ولا حتى واحد ما عندهم ما يستمسكش الماء من المقاله. نمشيو بواحد الصعوبه باش نجيبوا لنا ذاك المويله باش تقوتوا. وكاين بعض الناس كينوبوا علينا بعض شي حاجه من هنا، هادو كيعطيو شي هادو، واحد شي ناس فوق هكا عندكم داخلين الماء. مكرفسين هنايا. ملاقي ياسر الله يخليك. واحد الحاله لا ورثه لها. احنا عايشين بواحد عايشين في مأسق مأسق. وعليكم السلام ورحمة الله. لأن مشاهدي قناة شوف تي في مرة أخرى من ضواحي مدينة الدار البيضاء وبالضبط من دوار حرودة، كنعتذروا على انقطاع المباشر بسبب عدم توفر المنطقة أيضا على واحد الشبكة اللي هي قوية. غنعاودوا نتكلموا مع الحاج با، قلتي لنا الماء ما كاينش. ما كاينش. شحال من عام وانتم هنا بلا ماء؟ حنا من 2009 حنا كنعيشوا هنا بهذه الحالة هذه. لا ما لا طريق، ولا سيما الماء هو اللي همنا كثر، لان الماء لا حياة بدون ماء، لا حياة بدون ماء، وهذا شيء همنا كثر. ولكن الناس هنا كيستهزؤوا بنا،
حاقدين احتقار كبير ما هذه المنطقه هذه. وهنا دوزوا من اللي عطاتنا الجامع، رصدنا الجامع باش ندخلوا الماء، اتفاق ديال المكتب الوطني للماء للشرب باش ندخلوا واحد العوينه هنا باش نديروا بها شويه. حبسونا هاد الناس قال لكم ما تدخلوش وما ضاع عليهم حتى شي حاجه، ندوزوا عمال الحد. ولكن با قلت من 2009 وانتم هنا، كيفاش فين كنتوا؟ واش هذا بناء عشوائي؟ واش لا عشوائي؟ لا عشوائي، هذا عشوائي، هذا سكن عشوائي وفيه كذا 50 سكن. ها هو كذا 50 سكن اللي تعيش. نعم دابا انتم با بغيتوا العوينه فين تسقيو؟ العوينه هي الاقل، العوينه بغينا العوينه بعد، هي الاولى العوينه هي الاولى. نعم ما بغيتوش الماء يكون عندكم في الديور في الروبينيات، وانتم بغيتوا غير عوينه. بغينا العوينه وما صناش عندخلوا الديور، بغينا على العوينه هي الاولى بعدا نديروها باش الناس بعدا تشرب، كل واحد يدير بعدا يدير شي حاجه. كاين السيد كيعطينا الماء الحار بعض الاحيان، ها هو كاين ولكن يتغلب، خاصنا الماء الحار الماء الحلو اللي بغينا. الماء الحار كيعطينا السيد بعض الخطرات، كيعطينا بعض الناس اخرين، ولكن العوينه اللي اساسيه خاصها تكون. لا والو لا ما كاينش بير، كان السيد يدير واحد البير ها هو حدانا. الطريق حتى هي الطريق ما بغيتش، ولكن الماء هو الاول، ولكن الطريق هي مهمه. مكرسين حتى في الطريق، حتى في الطريق، في الطريق عند بلان ها السيد ها هو كاين. واخا با شكرا لك. شكرا تفضل. انا 56 عام في عمري زياده وخلوق هنا، ما تمنعت علينا الطريق، ما كاين لا ما لا والو، ما بغينا غير العوينه لهاد الناس، ما كاين والو. حنا انا في عمري 56 عام الطريق تمنعات علينا، يعني الا عندك الوسيطه راك مزيان، ما عندكش الوسيطه راك الله غير. ما كايناش، ما كايناش كاين لا والو، ما كاينش. الا كانت سميتو الا كانت الا كانت مره بغات تولد يهزوها في منطقه تلي، كيهزوها في منطقه تهز في منطقه تل عند المطار عاد يمكن ليها تهز في طوموبيل. وانتم دابا كتشوفوا لا كاين شي طوموبيل هنا والو، لا والو لا والو. هذا هو المشكل. انا في عمري 56 عام وزياده وخلق هنا، وتمنات عليا الطريق، والطريق عندها البلان ديالها، ها هي البلان ديالها. الى كان سميتو تمشيو للمحافظه وتلقاو البلان وتلقاو كلشي، وتمنات علينا الطريق هنا.